سام صباح الفل عليك. صباح الجمال. صباح الفل يا كوتش. صباح الفل. عندي سؤال مهم جدا جدا جدا. ايوه قولي يا فرح، بتدخلي على طول انت يا فرح، قولي لي. خلينا نقول البوستشر او الوقفه الصحيحه، القوام. القوام. انا عندي مشكله تقريبا في كتفي، انه انا دايما عامله كده مش مفروضه. مش انت، هو معظم الناس كده بصراحه. في امل يا دكتور. هو فعليا مش دكتور اللي ممكن يتكلم في جزء زي دوت، هو في دكاتره للتمارين العلاجيه، فهي ما بتبقاش محتاجه دكتور عظام مثلا مين لي اكتر، ما انت ممكن تعملي تمارين يعني بعد ما الدكتور بينصحك. أيوة. الدكتور بينصحك بتمارين معينه، فانا هشرحها لكم يعني. هتتظبط، ما تقلقيش. يعني مين لي في بعض، اسف بس هي تشوهات قواميه او شويه حاجات في القوام محتاجين نركز عليها شويه، زي الراوند شولدر او الكتف اللي بيطلع لقدام، اللي هو في ناس بتسميه الاتب يعني. دي بتبقى ناتجه عن شويه عادات غلط برضو، زي ان احنا مثلا واحنا قاعدين في الشغل بنسند ايدينا، واحنا قاعدين على الكمبيوتر عاملين كده موبايل طبعا طول النهار. فهي علميا مين اللي هي بتبقى يعني شورتنس في العضله بتاعت، او العضله دي بتبقى قصيره بتاعت الصدر او بتاعت الشست، وبتبقى في ضعف في العضلات بتاعت الظهر والكتف الخلفي. فهي التدريب او التمارين العلاجيه ديت بنشتغل على الحاجات اللي احنا محتاجين نركز عليها، وبنسترتش الحاجات اللي احنا محتاجين نسيبها تبقى يعني اطول شويه. تمام. فمين للعضلات اللي مشدوده عندنا هي عضلات الشست، فديت اللي هنعملها الاسترتش، والعضلات اللي محتاجين نقويها هي عضلات الظهر وعضلات الكتف الخلفي. تمام. فهنعمل النهارده شويه تمارين كده علشان نصلح الموضوع ده، وبياخد وقت قصير قوي لو ركزنا فيه. ممسوخ القوام. ممسوخ القوام. هنعمل اول تمرين هو السنجل ارم رو، او التمرين بالدمبل، وطبعا نقدر نستخدم بدل الدمبل لو مش متوفر لينا، نستخدم ازازه ميه، ممكن نحط فيها رمل او اي وزن بس يكون متساوي. فهننزل على الارض دلوقتي، هنعمل اول تمرين. هننزل هنا، هحط ايدي هنا، ده تمرين هيبقى سهل جدا عشان الباك، وهبدأ اعمل 15 عدة ثلاث مرات. واحد، اثنين، ثلاثة. احاول ان انا ايدي تبقى 90 درجة وانا بشتغل، ايدي 90 درجة، بطني مشدودة قوي. النفس ايه يا كوتش؟ هايل. النفس زي ما اتفقنا واحنا بنعمل الحاجة المتعبة او المجهود اللي احنا بنعمله، بنبدأ نفضي النفس، وانا بطلع لفوق بنزل تاني. ناو سويتش، هنغير للايد الثانيه. ايوه، احنا هنغير كل 15 ثانيه. كويس قوي، بس ممكن ارجع ايدي دي هنا شويه كده 90 درجه. تمام. وبنزل لتحت. صح، لما عملتها حسيت صح احسن شويه. حسيت. ده اول تمرين للباك. في تمرين تاني، شكرا. التمرين التاني بقى، هاتوا الدمبل معاكم. التمرين دوت محتاج تركيز شويه، لان هو من اكتر التمارين اللي هتحافظ على عضلات الكتف الخلفيه بتاعتنا وتفرد لنا ظهرنا. هننزل تحت هنا في الوضع البنت اوفر ده، وهبدا اطلع بالدمبل لقدام شويه لحد هنا، وهرجع تاني. طيب احنا بنتني الركبه واحنا مهم قوي ان انا طول ما انا بتمرن ركبتي تبقى متنيه. مهم قوي علشان اخفف اللود على المفصل بتاعتي، واحط اللود بتاع وزني كله على الكوادريسبس او العضله الاماميه. على العضله اللود. مظبوط. هنطلع فوق كده هنا لبره. لبره. ايوه هنا كده. ايوه، هحاول اتني ايدي شويه. كويس يا فرح، او يحط على قدام شويه يا فرح كده. ده الشكل بتاع التمرين بتاع العضلات الكتف الخلفيه. هايل قوي. كويس قوي يا لميس، حاولي تشدي بطنك شويه. تلات عدات كمان. اتنين، هبص على الارض، مش عايز راسي تبقى لفوق، عايز بص على الارض علشان تبقى ستريت مع ظهري. شكرا، هنريح. اخر حاجه محتاجين نركز عليها الحته دي، ما هي بتشغل عضلات الكتف كلها. اخر حاجه محتاجين نركز عليها هو الاسترتش. فلو معاكي حد بيتمرن معاكي نقدر نعمل التمرين ده او الاسترتش ده، وهنحاول نزق بعض. حاولي تزقيني يا لميس كده. لا، زقيني، افتحي صدرك كده خالص. ايوه، كمان كمان كمان. او لو في باب او حيطه ممكن نسند عليها ونبدا نزق اكتر حاجه، وممكن نعمل الاسترتش ده ونثبت 30 ثانيه. فاحنا كده عملنا استرتش للعضله الاماميه للشست، وسترنس وتقويه للعضلات الخلفيه، ودي اهم تمارين تقدر تصلح لنا التشوه القوامي ده او شكل المختلف
بسرعه ما تقلقوش يعني. حاسين في فرق؟ في فرق. فردتي برضو انت فردتي ظهرك اتفرد كتير. ده حقيقي انا حاسه، الفرق. شكرا ليكم. احنا الحلقات الجايه بقى والفقرات اللي جايه هنبدا نتكلم على حاجات تمارين برضو محتاجه تصلح شكل الجسم. طيب احنا زي ما تعودنا كوتش حسام هيكمل معانا وهيعذبنا بقيه التمارين ونشوفكم. انا مش هسيبهم النهارده غير لما ظهرهم يتفرد النهارده. هنسفردهم. يلا باي باي. باي باي.